ماشي. طب ايه اكبر مشاريع معموله بالبيم، وايه اكبر البلاد اللي كويسه في البيم؟ أكبر مشاريع عم نسمع عنها هي مشاريع عم تيجي من الصين. بالصين بتشاينا عم يستخدموا تقنية البم مختلفة لا 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 يبنوا يعني كمية ضخمة من يعني large structures. عم يستخدموها بالبريفابريكيشن. عندهم تقنية الاستخدام البم للبريفابريكيشن كتير متقدمة، حتى عم يقدروا يبنوا يعني ناطحات سحاب يعني متوسط الحجم بسرعة كبيرة بيس على تقنية البيم والبري فابريكيشن. أكثر بلدان متقدمين برأيي هن بلدان اسكندنافية. موضوع البيم عندهم منه موضوع بينحكى فيه مثل ما نحن بنحكي فيه، لأنه already diffused يعني already انتشر بشكل جيد بكيف الناس بتتعامل مع بعضها. فصحيح الشهرة هي لليوكي، ولكن الأقوى بموضوع البيم هن البلدان الاسكندنافية مثل الدنمارك سويدن وفنلندا. انا متهيألي فنلندا اول بلد عملت زي كود للبيم، واول بلد برضه عملت كود للبيم بتاع المدن او الطرق. نعم، فنلند والدنمارك وبعدين سويدن هن هدول البلدان اللي اول ما طوروا موضوع الجايدز. وبعدهم الجايدز تعودهم اللي انعملوا بال2009 وحتى يعني اخر شيء 2012 بعدهم يعتبروا مرجع لهلا.